إذا دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد يعني باقي على وقت الإقامة مثلا خمس دقائق كابونا ندونج مسكيتي لكني وقت والصلاة بعده ودونج مركة دقيقة مكبيتي لا يمكن أن أجلس قبل أن أصلي ركعتين تحية المسجد كيك إبيد بين كابوك إلامو ركاريو ميلو تحية المسجد سنة أو أصلي السنة القبلية لهذه الصلاة مثال دخلت قبل صلاة الفجر أصلي ركعتين سنة الفجر كاكم تدونجو تلامو سنة قبلية ركام ركاريو كابوك صلاة نعم عندنا السنن ركعتين قبل الفجر سنة وانجي سنة مرة كاريو قبل الفجر وركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر انتي ركاريو كابوك دور دونجو كاكم ركام وين كابوك دور دونجو وركعتين بعد الظهر كايتو بان دور بنيلا مورا كاريو وركعتين بعد المغرب دنتي ركاريو بعد المغرب وركعتين بعد العشاء دن ركاريو بان صلاة العشاء